واحدة من أغرب القضايا أمام المحاكم المصرية، رفع زوج دعوى نفقة على زوجته بسبب مروره بضائقة مالية. أوضح الزوج في دعوته أن زوجته تتقاضى من وظيفتها 15,000 جنيه، إلا أنها ترفض المساهمة براتبها في المنزل سواء في المشتريات أو مصاريف الأولاد، وأنه يعمل محامياً لكن راتبه لا يتخطى 2,000 جنيه حالياً، ويمر بضائقة مالية تعسره عن الاستمرار في الإنفاق وحده والالتزام بمتطلبات المنزل والأسرة. وأكد أن هذه الضائقة المالية بدأت بعد جائحة كورونا، حيث تعطل العمل بالمحاكم لفترة كبيرة مما أفقده مصدر رزقه الوحيد، حيث إنه لا يملك أي عمل آخر ولا يملك أي تأمينات اجتماعية تسانده. فيما تعمل زوجته في مجال العقارات براتب ثابت 15,000 جنيه، وتمتلك سيارة فارهة باهظة الثمن، ولا تريد مساندته بالإنفاق على المنزل خلال دائقاته المالية رغم محاولاته الكثيرة في إقناعها، وإنها تدخر راتبها الشهري وتتجاهل ما يمر به من ظروف خارجة عن إرادته، وهو ما دفعه لرفع دعوى نفقة عليها. وهنا انقسمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي لفريقين، أحدهما يساند الزوج متعاطفاً معه ويناشد الزوجة بالتراجع عن موقفها ومساعدته براتبها أو على الأقل بجزء منه، والفريق الآخر فيرى أن الإنفاق دور الزوج ومسؤوليته الكاملة، وإنه يجب عليه البحث عن عمل آخر بجانب عمله الأساسي حتى تتحسن أوضاعه. وأنتم مع من تتفقون؟